لبالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة زميلتنا وأختنا رئيسة جمعية أختي آسيا للسرطان المتغمدة برحمة الله آسيا العمري. لا يسعني إلا أن أطلب من الحضور الكرام الوقوف دقيقة صمت ثم تلاوة الفاتحة على روح المرحومة الطاهرة. اللهم بحق بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني تمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. رحمك الله يا أعز أختي وصديقة وجعل مثواك الجنة وأرجو من الله أن يمنحني القوة من أجل استكمال هذا والله من وراء القصد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. دمنا أسلام صديق وأخ للأخت آسيا. اليوم احنا فعلا خصنا نكونوا سعداء وحنا كنعيشوا هذه اللحظة رغم أنها لحظة محزنة ولكن كتأكد مرة أخرى على أن جسور المحبة وجسور الأخوة اللي كتربطنا بالأخت المناضلة آسيا العمري اللي اعتبرناها منذ سنوات وأنا معرفة ديالي معها من 1992 عرفت عليها ثلاثة الخصال الأساسية. الخصلة الأولى هي آسيا العمري الإنسانة. الخصلة الثانية هي آسيا العمري المواطنة بكل امتياز. والخصلة الكبيرة هي آسيا العمري الأم.
لأن كانت أم للجميع رغم أنها شابة وعاش واحد مرحلة الشباب ديالها، ولكن كانوا كيلقوها بالأم. الأم علاش؟ لأن كانت حنونة دائما مبتسمة، كانت كتعرف بالنضال، لأن رغم المرض اللي كان مشعب فيها استطعت أنها تعطي درس للأطباء، تعطي درس للعلم الأكاديمي، بأن غالبا ما كيكون الطب هو الحل، ولكن أحسن حل للعلاج هو المواكبة، هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى والتقوى. يكون الإنسان تقوى ديالو قوية ويؤمن على أن العلاج ما كيجيش دائما بالطب، بل كيجي كذلك بالمصاحبة، كيجي كذلك بالمرافقة. رفقوها مجموعة من الأخوات، رفقوها مجموعة من الإخوان، يمكن احنا قصرنا بحقنا، ولكن اليوم كنقولوا من هذا المنبر الإعلامي الكبير اللي هو وطني، اليوم خصنا نأسسوا ونعملوا مؤسسة لحوار حقيقي حول هذه الآفة، آفة السرطان. بغينا نعرفوا الآليات، بغينا نعرفوا شنو الإمكانيات اللي يمكننا نواكبوا بها ونساندوا بها هذه المرضى. بغينا نقولوا الدولة، بغينا نقولوا المسؤولين الحكوميين، كافة من البرامج، كافة من التصورات يجب تنزيل على الأرض الواقع. بغينا مستشفى إيكولوجي كبير في إقليم تطوان، بغينا يكون عندنا مركز الإنصات، مركز المصاحبة. بغينا نقولوا رئيس الجماعة، كافة من التصورات اللي هي عبارة عن برامج عمل. اليوم جماعة ترابية خصها تعمل سياسة ترابية لمعالجة السرطان، تعمل سياسة ترابية لمعالجة أطفال التوحد، تعمل سياسة ترابية لمواكبة مجموعة من الأمراض وكذلك مجموعة من الآفات اللي كيعيش المجتمع. هذا هو النداء اللي أنا نبغي نقدمه في هذا اليوم. قلبنا كامل مع هذا الحزن، لأن هو يوم حزين رغم أن احنا كنحتفلوا به، ونتمنوا أن اليوم يكون درس للإخوان اللي مسجين في الطريق والإخوان اللي باقين عندهم رغبة في المسؤولية. اليوم يقولوا جميعا كفى كفى، لابد ما نخدموا جميعا باش نقضوا هاد الناس اللي مراتهم السرطان ونتواكبهم ونتعيشوا معهم. رحمة الله. احنا في هذا اليوم كان نحيي التأبين للأخت والعزيزة الغالية أسيا العمري، رئيسة جمعية أختي أسيا لمرضى السرطان. هذه الجمعية الفتية اللي ما دش على التأسيس ديالها غير وهذه واحد 4 شهور، والأخت أسيا كانت من الناس المدعمين والمؤسسين النوعيين، المؤسسين المعنويين والماديين لهذه الجمعية. فاحنا بهذا التأبين ديالها كنحاول نوجه رسالة للمسؤولين بالدرجة الأولى على أن يتم واحد التفاتة من هاد الناس اللي كيعاني من هذا المرض، وخصوصا في المجال الصحي. فهاد الناس كتعاني بواحد الدرجة يعني صعيب الوصف ديالها. فأنا اللي عشت معهم عن قرب وعشرت يعني المعاناة ديالهم، فيكفي غير المعاناة والطريق اللي كيمشوا فيها، يعني واحد الشيء زعما ما شاء الله، الله يكون في العون. مادا بينا يكون هاد الرسالة يعني المسؤولين على الصحة يوجدوا لك المقر ديال الانكولوجي اللي كاين في المستشفى الاقليمي الثانيه ديال الرمل. هو المؤسسه كاينه والبنايه كاينه، ولكن الاطر ما كاينش، بحيث كان عندنا واحد اللقاء مع المدير الاقليمي ديال المستشفى، قال لك وما قدرش يفتح هذاك المستشفى لان ما كاينش الاطر اللي غادي تسير واللي غادي يعني تمشي ديك المستشفى. فماذا بينا تكون هذه الرساله واضحه لهاد المسؤولين على انه يعملوا على فتح المستشفى ويهيئوها في المستوى المطلوب اللي كيخ خفيف ولو جزء البسيط على هذه الشريحة اللي كدعاني. وتحية من هذه الجريدة اللي اهتمت وجات تواكب معنا هذا اليوم، وشكرا جزيلا. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارتاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنسوش تديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.